دكتور يعني زي ما انت سمعتنا من شويه كده بنتكلم على الاجازات. طبعا الاجازات حلوه كلها وجميله جدا، لكن هنا بقى السؤال، هل هنا اجازات طويله ممكن تاثر علينا بالسلب؟ هو حي برضو على حسب الاجازه عامله ازاي. يعني الاجازه عموما مطلوبه، يعني احنا محتاجين طبعا اجازات كل فتره ومحتاجين نفصل كل شويه علشان نقدر نجدد نشاطنا، بس مهم ان الاجازه دي شكلها ايه. الاجازات الطويله مشكلتها انها بتفصلك تماما عن كل سيستم يومك، من اول عدد ساعات النوم، من اول الوقت اللي بتنام فيه، من شكل حياتك، نمط حياتك، الحاجات اللي بتدور عليها. يعني انت مش بتدور على مثلا شغل ولا على مواعيد، بتدور ازاي تتبسط، فبالتالي السيستم كله بيتغير، فالرجوع بيبقى صعب جدا. فدي يعني دي صعوبه الاجازات الطويله.